ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح العسل وصباح السكر. النهارده بقى السبت، قلت كده ايه البيت لو انتوا شايفين نظيف، ما عنديش حاجه والبيت حواليا نظيفه، وايه قلبت لكم دلوقتي بالكهرباء. وانا عندي اكله سمان، كام سمانيه كده، بفكر اعمل معاهم كيس مكرونه واي حاجه عندي بالتلاجة احمرها للعيال، والسمان لعلي مثلا، ونقضي اليوم النهارده السبت. انتوا عارفين ببقى مزوده الاكل بتاع يوم الجمعه عشان يوم السبت ان شاء الله باذن الله نعمل ايه اكل بيت. المهم انا قلت افكر معاكم في افكار كده، تعالوا نتكلم مع بعض فيها. يعني انتوا عارفين ان انا بحب اشارككم، فقلت تعالوا نشارك بعض. انا عايزه افكر معاكم في فكره. انا قلت انظم الجدول بتاع شهر رمضان ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعود علينا ايه خير يا رب ان شاء الله. وانا مش بقطع زي ما انتوا بتقول، لا يعني الواحد ببقى انا بحب ان انا ابقى مظبطه جدولي ومظبطه حاجتي قبل ما انزل اشتري مشتريات رمضان. ابقى انا عارفه انا هشتري ايه، احتياجاتي ايه، ايه اللي انا عايزاه بالظبط، ما اشتريش حاجه زياده عن احتياجاتي، وفي نفس الوقت الاحتياجات اللي انا عايزاها بالظبط انا مش شاريها. فقلت انا عايزه اظبط المنيو بتاع الاكل بتاع رمضان كله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله. فانا قلت احنا نحسبها معايا بالعقل، وبرده عايزه رايكم، قلتوا قولوا لي يعني فكروا معايا قولوا لي اعمل ايه. انا بقول لكم وجهه نظري انا لبيتي انا، يعني كل واحده عارفه بيتها وعارفه مقدرتها وعارفه بيتها. فانا بفكر معاكم لبيتي انا اعمل ايه. انا قلت هو الشهر ان شاء الله ان شاء الله باذن الله 30 يوم، ماشي الشهر 30 يوم. فاحنا لو قسمنا ال 30 يوم، هو هيبقى الفيديو ده فيه شويه رغي شويه. احنا لو قسمنا ال 30 يوم الى جزئين، ايه هما الجزئين؟ اول جزء ان احنا هنقضي ايام فيها لحوم وايام ما فيش فيها لحوم. مش معقول نقضي ال 30 يوم في رمضان، اي نعم صايمين وكله، بس مش معقول نقضي ال 30 يوم في رمضان بناكل لحوم. اكيد يوم كده او يومين حلوين، يوم في النص كده. فانا هقسمهم، مش هقول لكم يوم او يوم لا. الله اكبر الله اعظم ان شاء الله لا اله الا الله. طب الاذان يخلص ونرجع نكمل الكلام. معلش بقى الاذان كان بيأذن، فهنقول اللي احنا قلناه من تاني. احنا عايزين نظبط كده على السريع الاكلات بتاعتنا. فهو ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني هو 30 يوم. فانا بفكر معاكم، يعني انا بفكر مع نفسي وقلت اظبط الجدول بتاعي احتياجاتي عشان ايه. المهم انا قلت 30 يوم، انا مش هخليه مثلا يوم او يوم لا، يوم حلو يوم وحش، لان رمضان بيبقى عايز خير يعني وعايز حاجات حلوه. فانا قلت انا هقسمه 20 يوم، 20 يوم فيها اكل حلو لحوم، وال10 ايام ان شاء الله ان شاء الله ال10 ايام بقى مثلا اتبقى اكل تاني يوم، يوم شوربه رمضان بيحب اكل شوربه العدس والبتنجان والتحابيش والفول والفول اللي بطماطم، يوم كشري بقى برضو، يعني هم في رمضان بقى كشري بقى اسكندراني ورز وعدس وبيض متدحرج في الزمن البلدي، مره كشري مصري. هنعديها ال10 ايام، هنعديها يوم اه يوم لا، يبقى اكل مثلا لتاني يوم. فال10 ايام تفليته، وال20 يوم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نقضيها لحوم. فقلنا مثلا لحوم مش زي ايه، هنعملها مثلا زي ايه. مثلا انا بحكي لكم على بيتي انا، ما اعرفش انتوا بقى انتوا بتطبقوا حاجات انا بعملها، بس ما اعرفش ده هتطبقوه زيها او لا، او اكتبوا لي افكار برضو وقولوا لي رايكم في الكومنتات ايه. انا كنشوان عندي بط فوق مربيعه في على السطح عندي، فانا قلت الشهر بتاع رمضان هعمل ثلاث اكلات بط، يعني في الشهر هعمل ثلاث اكلات بط من ضمن ال 20 يوم. اتبقى الثاني يوم هيروح على يوم التفليته، فاهميني؟ يعني انا كلامي واضح ده. المهم هنعمل تلات ايام بط، التلات ايام هيتخصم بقى من العشرين يوم، يتبقى معانا 17 يوم ضمن اللحوم. 17 يوم ضمن اللحوم دول باذن الله باذن الله هنعمل منهم تلات ايام سمك، يعني يبقوا لا اربع ايام سمك. انا عايزه اعمل اكله في الاسبوع سمك، يبقى الاربع اسابيع في اكله في الاسبوع سمك، يبقى احنا شلنا اربع ايام، يبقى احنا كده حضرنا اربع ايام سمك. اولا البط، اللي عايز يشتري بط بقى يلحق يشتري بط، انا مش هشتري بط ان انا عندي البط. اللي عايز يشتري يوم بيومه برده كل واحد قادر. انا واحده بشتري حاجتي كنت بشتريها بالاسبوع، بس انا في نفس الوقت عايزه اشتري حاجتي بالشهر عشان شهر رمضان يبقى عندي خير ربنا وعندي حاجتي واحتياجاتي ويبقى سهل ليا يعني، وفي نفس الوقت تاخدوا مني افكار. فانا قلت ان شاء الله، قلنا 20 يوم لحوم من ضمن الشهر، قلنا 3 منهم بط، 4 منهم سمك. السمك مش هشتري غير يومها، انا بحب اشتري السمك طازه، يعني يوم السمك بنزل سوق السمك اشتري سمك من عزبه الايه العزبه بتاعت السمك يعني. فخلاص احنا كده طلعنا اربع ايام، اربع ايام ايه سمك وثلاثه بط، يبقى احنا كده اتبقى معانا كام يوم من اللحوم يا نشوى؟ اتبقى معانا 13 يوم.
بس هما كانوا 17 نزلوا 4 بقوا 13 يوم. 13 يوم دول انا هسيب منهم 3 ايام، 3 ايام في الشهر محتاجه فيهم اكله واحده، اكله واحده حمام هنشتريه، يبقى احنا كده عايزين اكله حمام واكلتين سمان. سمان يبقى انا حاولت ان انا انوع بين السمك بط سمان حمام إيه يعني فاهمين، يبقى انا كده نوعت خلاص، يبقى انا كده ايه نوعت، يبقى في بط في حمام في سمك. لسه في عندي انا لسه في عندي 10 ايام، العشر ايام دول بقى احنا هنقضيهم بالفراخ وباللحمه. بس يا حته الفراخ دي يا نشوى، انا قلت انا النهارده جبت فراخي مره واحده هقسمها معاكم دلوقتي عشان احنا هنظبطها. اللحمه مش هقدر اعمل فيها حاجه غير ان انا ممكن ايه، ممكن انت تقدري تعملي مثلا ايه، مثلا مع الفرخه يعني هطلع فرخه عشان رمضان ونحب نزود ونحب نعمل حاجات كتير، هنعمل شويه سمبوسه باللحمه المفرومه ونعينها نطلع تحمرتين، اللي نعمل شويه كبيبه مثلا ونطلعها، ممكن تعملي صينيه جلاش دي حاجات جانبيه نبقى نعملها في وقت تاني. يبقى اذا انا عندي دلوقتي 10 ايام، ال 10 ايام دول هنقسمهم يا فراخ يا لحمه، بس بالاغلب الاوقات الفراخ هنعملها اكتر. فاحنا النهارده محتاجين نعمل كذا اكله فراخ. احنا قلنا البطن عندي فوق هطلعه يوم ليله رمضان هنضفه معاكم وهنظبطه. السمك بجيبه كل يوم بالاسبوع، ناقصني انا اكله حمام واكلتين سمان وباقي الاسبوع وباقي الشهر فراخ. فانا جبت النهارده معايا فراخ هنعملهم كذا اكله. انا اسفه على تطويل الفيديو عشان انا طولت معاكم، بس انا بفكر معاكم قلت ايه ناخد من بعض افكار. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض افكار للفراخ ونظبط الفراخ. انا اشتريت الفراخ مره واحده مش مشكله، يعني هي انت هتحسي ان انت صرفتي مره واحده حق الفراخ، بس مش مشكله. مره مثلا حوالي يعني قطعوا لك الفراخ اللي انا جبتها 400 جنيه، 400 جنيه هيكفوك الشهر كله وزياده وهنظبط الدنيا. ممكن انت بقى عندك الفراخ ارخص، عندك معرفش حاجه تخصك، هتجيبي فراخ اقل ده حاجه تخصك. انا دلوقتي هعمل معاكم كذا اكله فراخ ان شاء الله، ان شاء الله نعينها مع بعض بجنب الفريزر نطلعها يوم رمضان بالظبط. هتقولي يا نشوى يوم رمضان طويل، طب ما هاتي اليوم بيومه، انا برضو يومي مش ضمناه. انا بتكلم على نشوى، انا محتاجه ان انا في يومي ممكن هعمل وجبات خير، ممكن هعمل اكلات الخير، فمحتاجه ان انا انزل اطبخ في الشقه اللي تحت اكلي الخير، فمحتاجه ان انا ايه اكون قضيت وقت كتير تحت، فانا عايزه هنا حاجه تكون سريعه بالنسبه لي، مش كل الشهر، بعض الايام. غير ان انا عايزه اقول لكم ان احنا عايزين نبتدي الشهر، انا طبعا انتوا عارفين انا لا شيخه ولا بتكلم في الحاجات بتاعت الدينيه، الدين يعني ليه ناس وبيتكلموا فيه، فانا بتكلم معاكم كاخت، كاختكم كده بنتكلم. برضو الشهر احنا عايزين يبقى عندنا وقت كتير فيه ان احنا نقدر مثلا ايه، اللي هينزل صلاه تراويح لو ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكتب فيه صلاه تراويح، اللي عايز يقرا قران، اللي هيصلي، اللي هيعمل حاجه، يبقى الشهر عرفنا نستغليه صح. استغليه صح ازاي؟ ان احنا عملنا اكلات حلوه، عملنا سفره حلوه، عملنا طبعا قبل السفره وقبل الاكل عملنا فرض ربنا اللي علينا وعملنا اللي ربنا كتبه لنا، واستغلينا ان هو شهر مبارك عملنا فيه قراءه القران وعملنا فيه صلاه التراويح وعملنا فيه حاجات كتير، وكمان العشر الاخر من الشهر رمضان محتاجين فيهم نزود شويه، يعني ممكن يكون سوا هتقول رمضان عندنا طول السنه، احنا المفروض طول السنه والمسلمين ونعمل، بس هو احنا ايه، احنا شعب كده يعني بنعيش اللحظات، احنا ساعه ما يجي رمضان تلاقينا يعني هو اكيد غلط، بس احنا شعب نيجي رمضان تلاقينا التزمنا اكتر، اتوج يعني قربنا لربنا اكتر، هو العبد كده، هو ربنا خلقنا بنروح ونيجي، طبعا المفروض نبقى مظبوطين، بس هو ربنا خلقنا كده، يعني احنا مش ملائكه، فبنطلع بنلتزم اكتر في رمضان، بنزود في قراءه القران اكتر في رمضان، وربنا يا رب يعني لما رحمه ربي طبعا ربنا يا رب يجازيكوا خير طبعا اللي ملتزم طول السنه قوي. اما علينا احنا دخلنا في سكه احنا مش مالناش فيها، المهم خلينا في الاكل. انا النهارده بقى معاكم جايبين لنا كذا وصفه اكل، يا رب يكون كلامي خفيف عليكم ومحتاجه رايكم في حاجات كتير في الكومنتات في اللي انا قلتها. تعالوا بقى مع بعض نشوف انا جبت ايه النهارده وهنعمل اكلات ايه نشوى نعملها رمضان، لان النهارده انا قلت لكم ان انا عندي اكل دايت. تعالوا نبدا بقى، يلا بينا. بصوا بقى انا جبت ايه، وليمه الفراخ دي هي الفراخ اليومين دول بدات تغلى عشان رمضان، ولسه الاسبوع الجاي هتغلى اكتر عشان رمضان. فهي انا جبت الفراخ دي ب 400 جنيه. مش عارفه هما كتير قليلين معرفش، انا ونصيبي بقى. المهم يعني جبت ايه، اربع فرخات، جبت اربع فرخات الفراخ البيضة، اربع فرخات الفراخ البيضة، ودول فرختين بلدي، دول فرختين بلدي اللي هي الفراخ الحمراء، البلدي تبقى غاليه شويه يعني، بس البلد دي تبقى حلوه بقى للشوربه. بصوا عارفين الفراخ اللي هي البيضة الشمورت دي، البلدي الشمورت، بيضة شمورت،
فراخ الحمراء اللي هي الفراخ البلدي، جبت فرختين بلدي دول بقى تشرب منهم شويه شوربه مش هوصف لك يعني. دول فرختين بلدي اهو ما شاء الله يعني ما شاء الله اهو، دول هم فرختين بلدي دول هنغسلهم وننقعهم حلو جدا وهنعينهم زي ما هم في الفريزر باكياسهم، عشان هي الفرخه سليمه يعني الفرخه دي ما تقطعش، الفراخ دي هنسلقها كده هنعين هنحطها مسلوقه فهحطها في اكياسهم. دول فرختين انا هسيبهم بس هنقعهم في جنب. الفراخ البيضة بقطعها، شفتوا الروقان يعني في الطرهوة يعني في الطرهوة انا فين وهي فين في ناحية تانية. المهم الفراخ البيضة دي بقى هنحطها ونغسلها غسلة حلوة جدا وننقعها بالدقيق بالجنزبيل بالحاجات اللي احنا متعودين عليها. عايزة كمان؟ ولازم وانت بتعملي فراخ تاكل نوتيلا بالمارشميلو، واضحة الشكل ان هي بالمارشميلو. بصوا دي الفراخ بقى اهو، اربع فرخات ما شاء الله. نادين في كيس كباب وقوانص، هما فين؟ ايه خمس فرخات، خمس فرخات لان هما الحساب طلع 430 جنيه. خمس فرخات اهو هنغسلهم بقى في العلبه بتاعتهم وهنقحهم مع ساعه عمال ما نظبط احنا هنعمل ايه. خمس فرخات اهو ما شاء الله، وده كيس كبد وقوانص. كيس الكبد والقوانص ده اكله يعني، هو الكيس ده ما شاء الله كبد وقوانص ده انا بحب اعمله قوي قوي، طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. هنعمل بيه وصفات كتير، ساعات عندك عزومه في رمضان، رمضان جاي والعزومات كتير، رز بالخلطه، الرز اللي بتعمله عادي ونحط عليه كبد وقوانص، طبعا انتوا شاطرين وعارفين الحاجات. اغسلهم برده وبعدين اعينهم في البرنر، مش هنعينهم كده، هنقحهم واغسلهم ونرجع لهم. نسمي بالله بقى ونصلي على النبي ونبدا ايه نجهز الحاجه. الفراخ اول حاجه كده، ان الفراخ التانية دي هنقحها في شويه ميه وخل واسيبها شويه عشان احطها سليمه. انا كده بغسل اللي هم الخمس فرخات اللي هي الفراخ البيضة، بغسلهم حلو قوي بميه جاريه يعني، نفضل فاتحين الميه عليها كده ونغسلهم حلو جدا. بعد ما نغسلهم بقى هنضيف عليهم الدقيق ونغسلهم بالدقيق وكده. انا بس بغسلهم حلو من جوه، ولو عليها ريش عليها اي حاجه كده بنضفها حلو قوي، ما سيبش فيها اي حاجه كده. كده انا لسه هقطعها واظبطها واغسلها وهي بتقطع يعني بعد ما يتقطع، بس انا ايه لازم اغسلها برده قبل يعني قبل وبعد كده. انا خلاص كبيت الميه، لو انتم ملاحظين كبيت الميه مره واتنين وتلاته عليها قبل ما نحط الدقيق والخل والحاجات دي. كده انا خلاص بقى اهو كان عندي نص كيس دقيق كبيته كله والله، وحبه جنزبيل. الجنزبيل كمان يعني اعتمديه كده مع الفراخ في تنظيف الفراخ، بجد بيخليش ريحه زفره الفراخ وبيخلي الفراخ تنظيفها سهل قوي وحلو، هو والدقيق دي وحبه جنزبيل. وفي الاخر بنقعيهم بقى في شويه ميه وليمون وخل كده. بص تخلي الفراخ قشطه، ما تخليهاش بصي فيها اي زفره ولا اي حاجه. خلاص كده احنا خلاص خلصنا الفراخ كده. بصوا عشان بقى البهدله بتاعه النهارده، ويعني ايه في الاخر خلاص نلم الكيس نرميه مره واحده كده. انا فرشت اللي هو المفرش بتاع السفره على الرخامه كده عشان اعرف اخد راحتي بقى ايه واشتغل براحتي، وعشان الرخامه ما تتعك يعني، كده كده هننضفها بس يعني عشان ما نخلص خالص نشيل الكيس ده كله ونرميه كده. انا خلاص اهو جبت الفراخ التانية، الفراخ الفرختين اللي هم البلدي انا نقعتهم دلوقتي في مية وملح وليمون وخل، وهسيبهم بقى كده يتنقعوا شوية عمال ما اكون ظبطت الفراخ البيضة اللي انا برضو سبتها منقوعة ونضفتها. اول حاجة طبعا كده بسن المقص وبسن السكاكين وبسن الحاجة اللي حواليا عشان الفراخ تبقى سهلة. طبعا احنا كلنا شاطرين وبنعرف نخل الفراخ، بس انتوا دايما تقولوا لي يا نشوى بعت لنا اللقطه اللي انت بتخلي الفراخ بس ايه بشويش. انا جريت لكم الحته دي لان حسيت ان الكاميرا بعيده شويه، فانا كده بصوا يعني انا طلعت اول مسكت اول فرخه قسمتها نص، سبت الوركين حطيتهم مع في الطبق، والفراخ كده الصدور بقى بعملهم بانيه. بس خلي بالك السكينه حاميه وانت عشان ضغطه لازم تضغطي كده على الصدر بايدك وعشان ايه يطلع لك قطعه بانيه متساويه. انا لقيت الكاميرا بعيده عليكم فقلت اجيبها كده للزاويه دي عشان ايه اقربها لكم. بصوا انا عملت اهو الفراخ، بصوا انا خليتها اللي انا بقطعه ده اللي بطلعه بحاول فيه فصوص كده اي حاجه بطلعها عشان اطلعها للشاورما. بصوا انا قدامي دلوقتي ثلاث اطباق زي ما انتم شايفين. انا اول حاجه كده انا خلاص قطعت الصدور، دلوقتي بطلع كده الجناحه عشان نعملها وصفه تانية.
ادي بصوا البانيه، بقول لكم ان الفرخه دي فرخه واحده، قبل الفرخه التانية دي ما اجيبها انا طلعت من فرخه واحده 6 قطع بانيه. انا بحب البانيه يكون تخين على فكره، ما بحبوش رفيع. 6 قطع بانيه ومطلعه 3 قطع، عارفين الحته اللي هي اللي هي ايه زي حته الموزه كده اللي بتبقى جوه الصدر اللي انا حطاها في اول طبق دي، انا بسيبها ستريبس. انا بتقول لكم اضغطوا لايك، انا جريت لكم الفيديو شويه في الحته دي عشان اليوم قعد معايا حبه كتار. بصوا انا طلعت اهو دلوقتي البانيه بحطه في طبق، والستريبس اللي هو اللي هي بتبقى زي الموزه كده جوه بحطها في طبق، ده هعملها ستريبس. وبطلع هناك خالص الجناحه اللي انا هعملها تشيكن وينجز، وبطلع الشاورما اي فراخ مهروده مني، الفراخ بتبقى لازقه في العظم حتت كده حتت كده، بطلعها كده في الاخر نعمل شاورما، عشان نعمل في يوم من ايام رمضان شاورما فته سوري. الفته السوري دي بتبقى حلوه قوي وبتحتاج شاورما فراخ، وهي وصفه من شويه هارد فراخ يعني، فاهمين قصدي؟ انا بس ايه بجريت الفيديو عشان ننجز الموضوع، لان الموضوع اخد معايا شويه وقت كده. انا خلاص قطعت اهو، بصوا انتوا فهمتوا انا بقول ايه، يعني بطلع البانيه في طبق، والشاورما اللي بتطلع مني اي هارد فراخ بحطه في طبق للشاورما، والحته اللي هي الموزه دي بطلعها ستريبس، والجناحه بحطها في جنب كده عشان نعمل برضو وصفه تشيكن وينجز. ده انا جريته، هبطئ لكم بقى شويه حته عشان نعمل حمام كداب، لان انتوا طلبتوه مني كتير ان انا اوريكم احنا بنخليه ازاي. طبعا في ناس شطيره وعسل وبيعرفوا يعملوا كل حاجه، بس انا ايه قلت اشرحها لكم. انا ما فيش بضغط كده على العظم، بحاول اقسمه بايدي وانا بضغطه كده، بفصل كل مفصل عن التاني، وبحاول وانت بتعملي الجلد حاولي تكتري الجلد على قد ما تقدري عشان يلف كويس لما تحشيه الرز. بصوا انا خلاص ده الورك بتاعي اهو، بس ايه اهو العضمايه اللي في النص بتاعت الورك بفتح لها فتحه كده، وعارفه انت ما تنجريها، انجري امسكي العضمايه بايدي، انا ماسكاها بايد والسكينه بالايد التانيه بنجرها، انزل من عليها اي لحم اي فصوص كده اي فراخ، يعني بلغه الجزارين عندنا شفيها، يعني تمسكي حته العظمه كده تشفيها، تضغطي عليها كده، مش تضغطي، تنجريها زي ما احنا بننجر الحاجه كده، وتنزلي من عليها اي لحم. ونمسك برضو حته الدبوس زي ما انتم شايفين كده، دلوقتي انا عند المفصل بحاول اشيل اي لحم من عند المفصل، وبنزل اللحم لتحت كده بالسكينه بايدي كده، انا عند المفصل اهو، فبحاول بقى ايه اشيل من عليه اي لحمه وانزلها لتحت. والدبوس ذات نفسه كده انا بكسره من تحت، شوفوا كده انا فصلته من تحت، وافتح له كده ايه خط كده العصايه العظمه اللي جوه عشان اشيلها. بصوا انا اهو زي ما انتوا شايفين، انا بحاول يعني اوضحها لكم على قد ما اقدر بصراحه، لو كان حد من الولاد كان موجود كنت خليته يقرب الكاميرا لايدي كده. انا ببصوا بشيل اي كده بشفي اي حته لحمه من على العظمه، بصوا طلعت العظمتين لازقين في بعض، في نفس الوقت حمام كداب مفتوح من الجنب اهو زي ما انتم شايفين، والجلده بتاعته عريضه يعني تاخد معاكي اي لفه انت هتلفيها، شايفين عامله ازاي اهو. هعمل لكم كمان واحده وبعدين ابقى اجري الفيديو عشان ايه اللي ما خدش باله من اول مره يركز بقى في المره التانية. بصوا ده الورك التاني برضو بفصله بايدي كده، العظمايه اللي في النص دي خالص بشيلها، بس تحاولي وانت بتشيليها ما تسيبيش فيها لحمه، خلاص كده بنشيلها اهو زي ما انتم شايفين، انا شلت كده العظمايه اللي في النص واهو الورك اهو، جبنا العظمايه اللي في الفخذ اللي فوق كده في الفخذ، فتحت لها فتحه طويله وبحاول اطلع لها كده عشان امسكها بايدي، انا مسكت كده العظمايه بتاعه الفخذ مش الدبوسه، بتاعه الفخذ ذات نفسه، وانجرها كده اللي هو اشفيها من اي لحمه، انزل عليها اي لحمه كده لتحت لتحت، هي هتلاقي اللحمه معاكي بتسيب نفسها وبتنزل لتحت. والدبوسه بمسكها افتحها برضو، افتحها كده واقوم بقى ايه منزلها لتحت كده زي ما انتم شايفين اهو. بص انا بفتحها وبحاول اشيل كده من عند اي مفصل اي لحمه كده من عليها عشان نطلعه، اهم حاجه بقى شطارتك انك تطلعي العظمه من غير عليها اي لحمه، يعني اي فراخ يعني لحمه يعني فراخ لحمه يا فراخ اضغطي لايك للحمه الفراخ دي. بص كده انا اهو كده انا في عند المفصل بشيله كده، بحاول اشيله خلاص كده، انا خلصت من المفصل، بنزل بقى اكسر العظمه من تحت، لازم تسيبي حته من تحت زي ليه زي وش يعني دماغ الحمامه كده، هي دي الحته الاخيره اللي ما بتتاكلش. واهو خلاص كده بنجر كده، خلاص بنجرها خلاص كده، واطلع العظمه دلوقتي مفيش فيها اي حاجه والعظمه مشبوكه، شفتوا اهو، وبرده اهو ما شاء الله طالعه حته مفروده ومفتوحه من الجنب وزي الفل. هجري لكم بقى الحته دي عشان ايه، انا كده وضحتها لكم خلاص. بصوا انا بعمل عملت ما شاء الله كميه رهيبه بجد، اللي وراك طلعتها انا هخلي، بس هعمل حمام كداب 4 وراك تبقى اكله، وبقيه اللي وراك مش هخليها، هسيبها زي ما هي اكله
عشان تبقى موجودة يعني. وربما بقى هعملها اي صينية، هعملها اي حاجة. انا بقى النهاردة دلوقتي هنعمل تتبيلة تنفع لكل انواع الفراخ. اي حاجة انت عايزاها اعتمدي التتبيلة دي، هتلاقيها حلوة قوي قوي معاكي. انا عملت في الخلاط ايه، حطيت كام فص ثوم، وحطيت بصلتين، وحطيت حبة خل. انا بس بحاول اجيب غطا الخلاط، لا بجيب الزبادي، وحطيت كده عليها كوبايتين زبادي. اي زبادي عندك؟ انا عندي الزبادي العادية البلدي اللي بتتباع عادي في السوبر ماركت. وايه، احط بس عليها شوية صويا صوص، صوص غامق، لو عندك صوص غامق بيبقى جميل جدا، وحبة بابريكيو. ما عندكيش ده ممكن تحطي ملح وفلفل وخل وليمون وخلاص، بس انا بحب قوي صوص البابريكيو ده، بيدي طعم حلو قوي في التتبيلات جدا، ولو هتشوي حاجة كمان بيبقى اطعم. بصي اللي انت عندك ملح وفلفل وبهاراتك وبصل وثوم بس، ماشي، وحبة خل وحبة ليمون برضو حلو. هنضيف بقى البهارات، ملح، انا كده ضربت البصل والثوم والصوصات، هنضيف عليها بقى ملح وفلفل وحبة بابريكا وحبة بهارات فراخ وحبة كاري. ملح وفلفل وبابريكا وحبة بهارات فراخ وحبة كاري، انا كده بضيف البابريكا خلاص اهو، وهنلفهم لفة واحدة بس. اه، وحبة جنزبيل، الجنزبيل اهم حاجة، الجنزبيل. مش هنضيف توم باودر وبصل باودر، لان احنا ضايفين توم صح يعني، توم وبصل اساسا، فمش محتاجين توم والباودر والبصل الباودر. خلاص كده خلصنا التتبيلة. التتبيلة دي بقى هعملها لكل الفراخ، واحطها كده في علب ونسيبها. ما تقوليش اصل البانيه مش عايز مش عارفة ايه، لا الاستريبس ليه تتبيلة تانية، لا التتبيلة دي والله لو عملتيها هتخلي لك طعم الحاجة حلوة جدا. وكمان احنا هنحطها في الفريزر اسبوع ولا اكتر كمان، او كمان لو هتحطيها شهر، هي ممكن تاخد معاكي مدة اكتر، بس انا بكلمك ان انا هعملهم في شهر رمضان. هتطلعي الحاجة تتبليها بقى بشوية دقيق او شوية بقسماط عندك، بصي، او هتشوحيها في الجريل. يعني انا الشاورما دلوقتي انا كده ضفت اول علبة حطيت فيها الشاورما، هنزل عليها كده بكام معلقة من التتبيلة، هتطلعي الشاورما دي على الجريل على طول، هتديكي طعم جامد. وهكذا برضو الاستريبس او اي حاجة هتطلعيها، يدوب لو انت هتعفريها بالدقيق او هتعملي لها طبقة البانيه الاخيرة، هتبقى حلوة جدا. انا الحاجة الوحيدة اللي ما بحبش اعملها بصراحة، لا عادي في ناس كتير بتعملها يعني، ناس شاطره برضو مش بعدل عليهم ولا حاجه، بس انا مش بحب احط البانيه بالدقيق والبقسماط في الفريزر، ما مش بحبه بقى، اسيبه اتبله ببصل بزبادي باي حاجه واحطه، اطلعه يا دوب احطه في البقسماط. انا بحس لما بحطه، اما بحس ان هو لما بحطه كده بالبقسماط مش عارفه بحسه كده ما اعرفش، لكن انا بحطه في التتبيله كده يشرب التتبيله كده وطلعيه يبقى كويس جدا. دي اللي هي الاجنحه، دي هنعملها اكله تشيكن وينجز، اللي هي اجنحه يعني زي الكنتاكي. خلصناها وحطيت عليها التتبيله وسبتها في جنب، ودي الاستريبس اللي طلعت مننا، اكله استريبس اهو، عملنا كذا اكله. بصي كده انا خلاص الاستريبس اهو، انا بطلعه اهو، حطيت عليه كده كام معلقه تتبيله. خلاص بقى ايه، نجيب علبة تانية، العلب دي الشفافة دي جميلة جدا، انا بجيبها عشان وجبات الخير والحاجات دي، فبحبها برضو في الفريزر. والوقت كل القنوات الحمد لله بتجيبها يعني بتعملها، فانا قلت اجربها في الفريزر، في الوصفات بتبقى حلوة. ايه دي الاجنحة بقى، انا بحاول اتبلها من جوه، يعني انا ايه بحاول انا امسك كده وبايدي كده ايه اتبل الحاجة من جوه كده عشان تاخد الطعم من جوه، يعني تبقى الحاجة واصلة لجوه يعني. خلاص خلاص كده ايه، بنحط عليها حبة تتبيلة كده من فوق من على الوش عشان تشرب من كل التتبيلة. خلصنا كده، ما عندش حاجة غير البانيه، هسيبهم بقى احطهم في الطبق وايه اقلبهم كده ايه في بعض كده. انا عملت كمية البانيه، كمية البانيه دي هتاخد معايا 3 اكلات بس، انا انت عديهم قبل ما تحطيهم. انا هعمل الاكلة الواحدة 10، انا هعمل الاكلة الواحدة 10 قطع، 10 قطع بس، قطعة البانيه قطعة بانيه كبيرة، فهحط عليها 10 قطع، فتبقى والله لو حبيت ازود حد جالي ممكن اطلع طبقين عادي، او اطلع طبق على حسب. انا كده عملت ايه في كل علبة 10 قطع، خلصت علبة اولانية وهحط العلبة التانية. خلاص بقى كده انا ايه بجيب العلبة التالتة، عملت في كل حتة 10 قطع كده، عملوا ما شاء الله معانا 3 اكلات، وفي نفس الوقت عملنا طلعنا منها الاستريبس. اظن مفيش توفير احلى من كده. ايوه، هتصرفي مرة واحدة في يوم واحد بس، هترتاحي باقي الشهر كله، وهترتاحي بص حوالي يجي 20 يوم معاكي، وفي نفس الوقت وفرتي وقت ووفرتي فلوس ووفرتي مجهود. كده انا بعمل بقى في الطبق التالت كده 10 قطع. خلاص كده خلصنا بقى التتبيلة، اللي هي التشيكن وينجز دي لقيتها ناقصة شوية تتبيلة، قلت احط عليهم شوية تتبيلة.
نغسل ايدنا بقى وتعالوا نرجع نشوف احنا هنغطيها وهنعملها ازاي. اه لسه بقى الكبد والقوانص كنت انقعها في شويه ميه برضو وملح، حطها بقى كده في العلبه برضو الواحده. بص العلب دي كلها نفس التتبيله ونفس الشكل ونفس اللون، فهيتلخبطوا معانا في الفريزر، فلازم بقى نكتب عليهم عشان نعلمهم. بصوا بقى دي الوراك اللي فاضت، دول 6 وراك عملتهم كده اكله، يعني مش عارفين هنعملهم ايه، بس سبتهم في الفريزر نطلعهم نعملهم في صينيه، حد عندنا نعملهم في صينيه بطاطس اي حاجه يعني. ودي اللي فرق الفراخ اللي هي البلدي اللي هي الحمراء اللي هي الشامورت، هنحط كل فرخه كده في كيسه لوحدها. اه هنسيبها بقى كده بايه، انا بحاول اربطها لاني ما شاء الله الفراخ كبيره والكيسه صغيره. خلاص كده بقى ايه، اهو الفرخه التانيه حطيتها كمان في الشنطه. بس ما شاء الله الخير، البيت كده ما يبقى مليان خير كده، تحسي ان انتي يعني داخل عليك الشهر رمضان وانتي مرتاحه. هتقولي هنا شويه الظروف واللي لا ودي عايزين مصاريف مره واحده، والله انتي لو حسبتيها هتلاقيكي بتوفري. يعني انتي شوفي انتي هتضيفي كام اكله، اكيد مش هتعملي، مش هتروحي تجيبي نص فرخه تعمليها اوراك او نص فرخه تعمليها بانيه. لا اديني طلعنا من الفراخ 3 قطع 3 اكلات بانيه ما شاء الله، انا بحبها يعني تقيله تخينه، يعني ممكن انت تطلعيها اكتر من كده بس انا بحبها تخينه. المهم انا خلاص كده خلصت العلب، انا هعمل بقى هقطع كده، هكتب على كل علبه الاسم بتاعها، يعني دي انا كتبت عليها بني، مش هحط الورقه جوه عشان الورقه هتبوش اصلا من التلج وهتلج، مش هعرف الكتابه هتبان هتتغير، فانا بكتب كده واحط عليها اي سيلوتيب كده من فوق اهو، برده كده مش هتبوش لان السيلوتيب عريض كمان مش طايل، يعني مش هتغير شكلها، مش هيتغير في الفريزر. كده انا عملت 3 البانيه اللي انا قلت لكم عليهم، وكده ده الاستريبس، بكتب كده عليها استريبس ونلزق برضو بالسلوتيب. اه انا بدور انا لسه ما كتبتش ايه، دي الشاورما. الشاورما دي انا من بقى قلت لكم فته سوري، اكله كده مشبعه وفي نفس الوقت دي كان فايد من الفراخ، يعني مش اشتريناها مخصوص. ودي الحمام الكذاب بقى، بمسح لان الطبق انا الغطا بتاعه قلبته على مرتين فتعك من فوق، فامسحيه عشان تحطها نظيفه كده، تبقى انت الفريزر بتاعك كمان نظيف. وبعدين كمان العلب دي هتخلي مفيش ريحه اي حاجه في الفريزر، حتى لو هتخزني فيها توم حلوه جدا. العلبه اللي انا حطاها دي كبيره شويه لان اجنحه الدجاج اخدم مساحه اكتر. بصوا ما شاء الله دي كده 4 اكلات، 5 6 7 ما شاء الله 7 8 اكلات احنا متبلينهم، في نفس الوقت عندنا أكلة وراك وعندنا فراخ تانية سليمة نعملها شوربة. يعني أظن كده خلاص كده احنا هننسى نشتري الفراخ لمدة شهرين. مش شرط يكفيك انك تخلصيهم في رمضان، والله هيجي لنا عزومة الأيام جاية كتير. خلاص كده احنا خلصنا الحمد لله، ننضف بس كده حوالينا ونسيبهم، وتعالوا بقى نحضر الغدا. اتأخرنا على الغدا وعندنا النهاردة بقى ايه، أحمد اللي هو ابن أخت علي وكده، والله هو ايه يعني اجى فجأة وكده، وانا كان عندي اكل زي ما انا قلت لكم، فقلت اعمل ايه شويه مكرونه كده العيال الولاد بيحبوها وشويه بطاطس. كده انا بطلع حله كده عشان حطيت فيها شويه ميه عشان نسلق فيها المكرونه، والحله التانية احط فيها بصلايه، اجيب بس حبه زيت واخرط فيها بصلايه عشان نعمل فيها تسبيكه المكرونه. انا ولادي واحمد وكل الولاد اللي عندنا بيحبوا السوسيس قوي او الهوت دوج في المكرونه، بيديلها طعم حلو جدا. فانا ايه خلطت بخرط كده بصلايه، لما البصلايه تدبل انا ولعت كمان العين التالتة. بصي حاولي دايما وانت بتشتغلي تشغلي نفسك في 3 جهات، ما تقفيش في جهه واحده. انا كده بقطع السوسيس زي ما انتم شايفين، انا اسفه طبعا على طول الفيديو، بس هو ده كان جزء من يوم، يعني انا لو كنت صورت لكم اليوم كله كان اخدنا 10 ساعات الفيديو، بس انا قلت انتوا عارفين بحب اشارككم كل حاجه. اضغطي لايك بقى عشان انا تعبت في الفيديو ده، اللي بيحب نشوي يضغط لايك، وتسلم ايدك للي ضغطت لايك. خلاص كده انا حطيت في الطاسه حبه زيت عشان نحمر فيها السمبوسه اللي احنا كنا مفرزينها لو انت فاكره. نعمل بقى كده بقطع السوسيس، انا بقطعه بالورب كده اللي هو ايه يعني تبقى شكله حلو بالبصل كده، ونحط بقى المكرونه فين في الميه السخنه اللي احنا حطيناها. انا بحط الزيت في المكرونه لان لما بتحطي عليها زيت ما بتشربش صلصه حلو ومش هتعجن، طول ما انت ايدك بتقلبيها بسرعه بسرعه مش هتعجن ولا اي حاجه خالص. والمكرونه ما بحطهاش تتسلق كتير، يعني هي ما فيش كده 5 دقايق ونشيلها كده نص سوا، نحطها تكمل سواها في الصلصه.
خلاص انا قطعت كده سوسيس، انا كترت شويه سوسيس عشان المكرونه، كنت انا عامله 3 اكياس عشان العدد بقى وكده. ده السمبوسه احنا كنا عاملينها بالعجينه بتاعتها، فاكرين؟ اللي فاكر يضغط لايك، واللي مش فاكر يضغط لايك عشان يبقى يفتكر المره الجايه. وحمرها بقى، نطلعها كده نحمرها في الزيت على طول، ما فكتش معانا وما لزقتش وما عملتش اي حاجه. بص الحاجه في البيت حلوه جدا، ودي هريسه الشطه، بصوا لونها لسه احمر وردي ازاي، وما حطناهاش في التلاجة ولا حطناها على النار. يعني بصي اهو، حاجه في البيت حلوه، الخير في البيت حلو. ونزلت كده بالصلصه، ولادي بيحبوا المكرونه بالصلصه، ما بيحبوهاش بالطماطم. انا بحب احط ده وده، بس انا النهارده بقى بصراحه استعجلت، قلت يلا لسه هحط الطماطم. يلا خلاص المكرونه حطيتها على السوسيس، بص شكلها ولونها، وكان طعمها جامد جامد. ودي كان بطاطس كده كنا احنا مفرزينها وعينناها نص قليه، طلعناها كده. البطاطس دي كان عليها تتبيله من بره، دقيق ببهاراته بحبه ميه تدوبيهم وتنزليها زي طريقه الاستريبس. بعد ما تسلقيها نص سلقه وتحمريها تطلع معاكي مقرمشه احلى من الكنتاكي. ما تنسونيش بقى عشان انا تعبت في الفيديو ده، تضغطوا لايكات كتير للفيديو، واللي مش مشترك في القناه يشترك. كده انا خلصت، بصوا ما شاء الله الوجبات، ما شاء الله الحاجات اللي احنا جهزناها، بني بقى وشاورما وكبد والقوانص والاجنحه، كل حاجه طلعناها لوحدها. والستريبس والغدا بقى ما شاء الله اهو، كان عندي السمان والبطاطس، ده الغدا اللي هو المكرونه، سخنتهم في الفرن بس كده وحطيتهم. ويلا بقى، لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس. شوفوا انا بحبكم قوي، باي باي.